بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم هنتكلم عن موضوع مهم اللي هو استعمال اللي هو الفيسبوك لوب في اللي هو الأفئام دي ريليشن. الأفئام دي ريليشن طبعا احنا حكينا في لما تكلمنا عن اللي هو الأفئام أو الفريكوانسي ريليشن، حكينا ممكن نستعمل اللي هو في طريقتين عشان نعمل عملية الدي ريليشن. خدنا احنا طريقة واحدة اللي هي باستعمال الديفرنشيتر. طبعا الديفرنشيتر بعدين بكون بعد الديفرنشيتر اللي هو انفلوب ديتكتور. انفلوب ديتكتور هذه الطريقة اللي استعملناها في المحاضرات السابقة في نظام الأفئام. في طريقة تانية اللي هي مهمة اللي استعملت كتير اللي هي الفيز لوك لوب. الفيز لوك لوب اللي استعملت كتير غير في عملية الأفئام دي موديليشن، هنستعمله كمان في الديجيتال كوميونيكيشن. ايش المقصود بالفيز لوك لوب؟ طبعا الفيز لوك لوب عبارة عن سيركت من عن طريقة بستعمل بعمل استيميشن للانجل او الفيز تبع السيجنال الريسيف سيجنال. طبعا لما اعرف اللي هي الانجل او الفيز تبع الريسيف سيجنال بطلع اللي هي المسج المبعوثة، المسج المبعوثة اللي هي الام اوف تي. الام اوف تي طبعا الفيز لوك لوب سيركت تكون من 3 كومبوننتس او 3 بيسك كومبوننتس اساسيه اللي هي الفولتج كنترول اوسيليتر. طبعا الفولتج كنترول اوسيليتر عباره عن اوسيليتر فريكونس تبعه الاوت فريكونس تبعه بتحكم فيه عن طريق اللي هو الانبوت فولتج. الانبوت فولتج طبعا هي عندي هذا الفولتج كنترول اوسيليتر، هذا عباره عن فولتج كنترول اوسيليتر. هل جت في عندي اللي هو عباره عن مالتي بلاير؟ طبعا هذا مالتي بلاير هو بعمل عمليه ضرب. طبعا هذا بيستعمل هنا ك فيز ديتكتور، فيز ديتكتور او في او فيز كومباراتور يعني مقارب بين اللي هو الفيزز. يعني مثلا عندي هنا تيتا اي اوف تي، هنا تيتا نوت اوف تي، مقارب بين تيتا اي وتيتا نوت اوف تي. في عندي لوب فلتر اللي هو اتش اوف اس. لوب فلتر عبارة عن اتش اوف اس. اتش اوف اس يعني البلوك دايجرام تبع اللي هو الفيز دوت لوب سيركت بتكون من اللي هو VCO Voltage Control Oscillator، تكون من Multiplier بنستعمل كفيز كومباراتور أو فيز ديتكتور، وعندي لوب فلتر اللي هو اتش اوف اس. طبعا السيركت اللي تحت هي عبارة عن equivalent circuit لل PLL أو الفيز لوك لوب. هذا معناها الدايجرام وهذه الايكوفالنت سيركت لل PLL. طبعا زي ما حكيت الفيز لوك لوب دي موديليتر هي عبارة عن طريقة بنستعملها عشان نعمل دي موديليشن للاف ام سيجنالز. طبعا له استعمالات كتير في الايام هذه وايدلي يوز توداي. طبعا هو عبارة عن الكوست تبعتها تكون لو كوست، بيكون ارخص من النوع الثاني اللي هو الديفرنشيتر. طبعا البرفورمانس تبعه بيكون افضل احسن من اللي هو الديفرنشيتر، خاصة لما تكون عند السيجنال تو نويز ريشيو لو صغيرة. يعني بتكون السيجنال باور، النسبة بين السيجنال باور والنويز باور بتكون صغيرة، يعني النويز عندي بتكون كبيرة. معنى الكلام بيكون اللي هو البي ال ال افضل من اللي هو استعمال الديفرنشيتور او الديسكريميناتور ك اف ام دي موديليتر كفريكوانسي دي موديليشن. ماشي الحال، اف ام دي موديليشن. طبعا من الاسم فيز لوك لوب بكون في عندي لوب، هذا عبارة عن لوب اللي هي الدائرة تبعت البي ال ال عبارة عن لوب بتكون لوكت مسكرة بالشكل هذا. طبعا ايش بيعمل البي ال ال؟ زي ما حكينا بعمل تراكس للسيجنال انجل والانستانتينيوس فريكونسي تبعها. طبعا الانجل موجود فيه الانستانتينيوس فريكونسي، لانه احنا عارفين انه الانستانتينيوس فريكونسي عبارة عن اللي هو الديريفاتيف تبع الانجل. الديريفاتيف تبع الانجل يعني بعمل تراكنج عن طريق بتحصل على اللي هو او بعمل تراك تتبع على اللي هو الانجل وبالتالي الانستنتينيوس فريكونسي تبع السيجنال. ماشي الحال. طبعا هاي السيركت تبعت اللي هي البي ال ال هيكون الانبوت مثلا كان عبارة عن ايه ساين اوميجا سي تي زائد تيتا اي اوف تي. ماشي الحال، عندي هنا الانبوت هذا في بيكون في عندي لوب فلتر اللي هو اتش اوف اس اللي بالتايم دومين عبارة عن اتش اوف تي. الاوتبوت هنا عبارة عن اي نوت اوف تي. هل جت في عندي هنا فولتج كنترول اوسيليتر هو في سي او. الفي سي او الاوتبوت تبعه هيكون بشكل عام الفي سي او الاوميجا في سي او الاستنتينيوس فريكونسي للفي سي او الاوتبوت تبعه هيكون عبارة عن اوميجا سي زائد سي اي نوت اوف تي. طبعا اي نوت اوف تي اللي هي عبارة عن الانبوت تبع اللي هو الفي سي او، الانبوت تبع الفي سي او، بالتالي الاوتبوت تبع الفي سي او اللي هو هذا هنا هيكون ايش بيساوي؟ اوميجا سي. ماشي الحال، اوميجا سي زائد سي اي نوت اوف تي. طبعا بتغير لينيرلي مع الانبوت اللي هو اي نوت اوف تي.
اي نوت اوف تي. فرضا كان عندي انا الاوتبوت تبع الفي سي او عباره عن بي كوساين اوميجا سي تي زائد تيتا نوت اوف تي، يعني الاوتبوت تبع الفي سي او عباره عن بي كوساين اوميجا سي تي زائد تيتا نوت اوف تي. يعني كان فرضا عندي الاوتبوت كان بالشكل هذا، اللي هو طبعا هنا حاطين الاثنين احنا عشان عمليه الضرب بصير في عندي نص، هنا طبعا هنا بتكون بي، بس انا حطيت الاثنين هنا عشان عمليه الضرب يكون ناتج فيش فيه كسر نص. هيكون يعني فرضا كان الاوتبوت عندي زي ما حكينا بي كوساين اوميجا سي تي زائد تيتا نوت اوف تي. هل جيت انا عندي بعرف انه الانستنتينيوس فريكوانسي ايش بيساوي الديريفاتيف تبع الانجل، وبالتالي الاوميجا في سي او اللي هو الانستنتينيوس فريكوانسي ايش بيساوي الديريفاتيف تبع الانجل. الانجل هي عباره عن اوميجا سي تي زائد تيتا نوت اوف تي، طبعا الديريفاتيف تبعها هيكون ايش عباره عن اوميجا سي زائد تيتا نوت داش اوف تي اللي هي المشتقه تبع تيتا نوت اوف تي. هذا الاوميجا في سي او، الاوميجا في سي او ايش بيساوي اوميجا سي زائد تيتا نوت داش اوف تي. كيف جبناه؟ من الديريفاتيف تبع الانجل هاي اللي هي الديريفاتيف تبع اوميجا سي تي زائد تيتا نوت اوف تي. وبالتالي انا عندي اللي هو بقارن المعادلة هاي اللي هي اوميجا في سي او بتساوي اوميجا سي زائد تيتا نوت داش اوف تي مع هاي المعادلة اوميجا سي زائد سي اي نوت اوف تي. بنلاحظ ايش؟ انه تيتا نوت داش اوف تي ايش بتساوي سي اي نوت اوف تي. سي اي نوت اوف تي اللي هي بسميها معادلة رقم واحد، معادلة رقم واحد يعني تيتا نوت داش اوف تي ايش بتساوي سي اي نوت اوف تي، هذا بسميها معادلة رقم واحد. هل جت عندي انا هتطلع على المالتي بلاير اللي عندي هذا، المالتيبلاير اوتبوت ايش بيساوي؟ طبعا ايش حاصل ضرب اللي هو a ساين اوميجا سي تي زائد تيتا اي اوف تي مضروبه في بي كوساين اوميجا سي تي زائد تيتا نوت اوف تي. يعني بضرب هاي في هاي، طبعا انسوا الاثنين، الاثنين بعدين يعني هنستعمل، بس احنا حاطينه هنا عشان نتخلص من النص. ماشي الحال؟ يعني يصير عندي حاصل ضرب الاثنين هيكون عندي a b ساين اوميجا سي تي زائد تيتا اي طبعا اوف تي زائد في كوساين اوميجا سي تي زائد تيتا نوت اوف تي. طبعا لما اضرب انا ساين في كوساين ايش بيعطيني؟ اللي هو نص ساين المجموع زائد ساين الفرق. طبعا هيكون عندي اللي هو النص، هيصير عندي اي بي على 2 ساين الفرق، اللي هو لما اطرح هاي من هاي هتروح الاوميجا سي تي مع الاوميجا سي تي، هيضل عندي ايش؟ تيتا اي ماينس تيتا نوت. ماشي الحال؟ زائد ساين المجموع اللي هو هيكون طبعا اجمع هاي مع هاي يصير عندي 2 اوميجا سي تي زائد تيتا اي زائد تيتا نوت. طبعا الجزء هذا اللي هو ساين 2 اوميجا سي تي زائد تيتا اي زائد تيتا نوت هيروح باستعمال، هو هيصير له عملية سبريشن باستعمال اللوب فلتر، لأنه اللوب فلتر عبارة عن لو باس فلتر، لو باس فلتر. ماشي الحال؟ هيخلصني من اللي هو 2 اوميجا سي الترم هذا. هيضل عندي ايش؟ اللي هو اي بي على 2 ساين تيتا اي ماينس تيتا نوت. تيتا اي ماينس تيتا نوت بنسميها تيتا اي، بنسميها ايش؟ تيتا اي. يعني تيتا اي ايش بتساوي؟ تيتا اي ماينس تيتا نوت، بنسميها طبعا عبارة عن اللي هو الفيز ايرور، بنسميها الفيز ايرور اللي هو الفرق بين الفيز بتاع الانبوت والاوتبوت. تيتا ايش بتساوي؟ تيتا اي ماينس تيتا نوت. هل جيت عندي الاي نوت اوف تي اللي هي الاوتبوت تبع اللوب فلتر، اللي هو طبعا عندي اللوب فلتر ايش الاوتبوت تبعه؟ هنا في عندي بنعمل كونفوليوشن بين الاوتبوت تبع مين؟ المالتي بلاير مع اتش اوف تي. يعني اتش اوف تي الاي نوت اوف تي بتساوي اتش اوف تي كونفولد مع مين؟ مع اللي هو الحاصل اللي هو الاوتبوت تبع السبلاير اللي هو اي بي على 2 ساين تيتا اي او ساين تيتا اي ماينس تيتا نوت. طبعا كونفوليوشن بعمل انتجريشن تبع الكونفوليوشن، طبعا اي بي على 2 كونستنت بيطلع برا هنا اللي هي اي بي على 2 0 تي اتش اوف تي ماينس اكس ساين تيتا اي اوف اكس ماينس تيتا نوت اوف اكس دي اكس. هاي المعادله بسميها معادله رقم 2. طبعا هذه معادله كونفوليوشن، عادي استعملت قانون الكونفوليوشن والانتجريشن تبع الكونفوليوشن، طلعت اللي هي الاي نوت اوف تي، قيمه الاي نوت اوف تي. ماشي الحال؟ بس لقيت انا عندي لو عوضت معادله رقم واحد في اثنين عندي اي نوت اوف تي ايش بتساوي كمان؟ اللي هي تيتا نوت داش اوف تي على سي. ماشي الحال؟ اي نوت اوف تي ايش بتساوي؟ هاي القيمه هاي نص اي بي 0 تي اتش اوف تي ماينس اكس ساين تيتا اي اوف اكس ماينس تيتا نوت اوف اكس دي اكس. وبالتالي لو عوضت المعادله هاي هنا، يعني هنا عندي تيتا نوت داش اوف تي هتساوي اضرب هذا اللي هي الاي نوت اوف تي في ايش؟ في سي. يعني تيتا نوت داش اوف تي هتساوي سي في اي نوت اوف تي، يعني اضرب هنا سي في اي نوت اوف تي هيعطيني ايش؟ سي اي بي على 2 انتجريشن من 0 تي اتش اوف تي اوف اكس ساين تيتا اي اوف اكس دي اكس، لانه زي ما حكينا تيتا اي ايش بتساوي؟ اللي هي تيتا اي ماينس تيتا نوت. هنا بس تعويض مباشر، عوضت بالمعادله هاي عندي قيمه الاي نوت اوف تي طلعتها هيها ضربتها في السي وبس. ماشي الحال؟ صار عندي المعادلة
زي ما حكينا سي اي بي على 2 انتجريشن من 0 لتي اتش اوف تي اوف اكس ماينس في ساين تيتا اي اوف اكس دي اكس. وبالتالي ممكن اكتب المعادلة بالشكل هذا. عوضت على فرضت انه الكي بتساوي سي بي على 2، كي كونستانت بتساوي سي بي على 2، هيصير عندي المعادلة عبارة عن ايش اللي هي اي في الكي، لانه اي اي في سي بي على 2 اي في الكي، 0 على تي اتش تي اوف اكس ماينس اكس ساين تيتا اي اوف اكس دي اكس. طبعا التيتا اي حكينا اي اوف تي عبارة عن الفيز ايرور، عبارة عن الفيز ايرور، عبارة عن الفيز ايرور. طبعا بالنسبة للإكوفالنس سيركت اللي هو الفيس لوكت لوب هتكون بالشكل هذا. طلع المعادلة هنا عندي الانبوت هيكون عبارة عن تيتا اي اوف تي، الانبوت فيس تيتا اي اوف تي، عندي تيتا اي اوف تي الفيز ايرور بيساوي تيتا اي اوف تي ماينس تيتا نوت اوف تي ماينس تيتا نوت اوف تي. طبعا لما اخذت اللي هو ساين تيتا اي، ساين تيتا اي ماشي الحال، ساين تيتا اي اوف تي، وعندي اللي هو كان عندي اللي هي الاي كي اتش اوف اس عبارة عن الفلتر او اللوب فلتر. طبعا هنا كان عملية الكونفوليوشن او عملية الكونفوليوشن انشا عنها ايش تيتا نوت داش اوف تي اللي هي المعادلة هاي اللي هي اي كي. طبعا الكونفوليوشن بين اللي هي ساين تيتا اي والاتش اوف اف تي، طبعا اي كي بيطلع كونستانت، هيكون عندي هي اي كي من 0 تي اتش تي ماينس اكس ساين تيتا اي اوف اكس دي اكس. طبعا هذا عبارة عن الكونفوليوشن لتيتا نوت داش اوف تي اللي هو نفسه ايش بيساوي سي اي نوت اوف تي، سي اي نوت اوف تي، لانه تيتا نوت داش اوف تي ايش بتساوي سي اي نوت اوف تي. طبعا هذا عندي تيتا نوت داش اوف تي بيطلع لي سي اي نوت اوف تي، انا بدي اللي هي تيتا نوت اوف تي نفسها بدخلها على ايش على انتجريتور بيعطيني ايش تيتا نوت اوف تي اللي هي طبعا برجع المعادلة اللوب اللي هو تيتا اي اوف تي ايش بتساوي تيتا اي اوف تي ماينس تيتا نوت اوف تي. واضحة الرسمة هاي؟ عيد مرة تانية، عندي التيتا اي اوف تي ايش بتساوي تيتا اي اوف تي ماينس تيتا نوت اوف تي، عندي ساين تيتا اي اوف تي لو عملنا كونفوليوشن معك اي كي اتش اوف اس في المعادله، طريق المعادله هاي ايش بعطيني اللي هي تيتا نوت داش اوف تي اللي هي بتساوي نفس في نفس الوقت سي اي نوت اوف تي. الانتجريشن تبع تيتا نوت داش اوف تي للدريفتيف تبع تيتا نوت اوف تي بعطيني تيتا نوت اوف تي نفسها، وبالتالي برجع للمعادله الاصليه تيتا نوت اوف تي بتساوي تيتا اي ماينس تيتا نوت. هل لقيت كيف نطبق المعادله عندي؟ فرضا نرجع هنا على السيركت الاساسيه هاي، عندي لو كان عندي الاف ام سيجنال لريسيت اف ام سيجنال كانت بصيغه هاي عباره عن اي ساين اوميجا سي تي زائد تيتا اي اوف تي. طبعا هنا ممكن تكون ساين او كوساين مش فارقه عندي سواء كان الصيغه العامه للاف ام سيجنال. هل لقيت عندي هذه اللي هي الريسيفد اف ام سيجنال، هذه عباره عن مين؟ الريسيفد اف ام سيجنال اللي هي اي ساين اوميجا سي تي زائد تيتا اي اوف تي. طبعا عندي الصيغة العامة للاف ام سيجنال هي اي ساين اوميجا سي تي زائد كي اف في الانتجريشن تبع مين اللي هي ماينس انفينيتي لتي ام اوف الفا دي الفا، يعني التيتا اي اوف تي هذه نفسها في الاف ام سيجنال بتكون اللي هي كي اف الانتجريشن من ماينس انفينيتي لتي ام اوف الفا دي الفا ماشي الحال. هذه عبارة عن تيتا اي اوف تي، عندي تيتا نوت اوف تي ايش هتساوي؟ طبعا عندي تيتا اي ايش بتساوي؟ تيتا اي ماينس تيتا نوت. وبالتالي شكلي بالمعادلة هتصير عندي تيتا نوت اوف تي ايش بتساوي اللي هي تيتا اي ماينس تيتا اي، تيتا اي ماينس تيتا اي، لانه زي ما حكينا تيتا اي بتساوي تيتا اي ماينس تيتا نوت، حطينا تيتا نوت في الجهة الثانية يصير عندي تيتا نوت ايش بتساوي تيتا اي ماينس تيتا اي. طبعا هاي عوضت عن قيمة اللي هي تيتا نوت اوف تي اللي هي بتساوي كي اف انتجريشن ماينس انفينيتي تي ام اوف الفا دي الفا ماينس تيتا اي. لو فرضنا ان الفيز ايرور فيري سمول، الفرق بين اللي هو التيتا اي والتيتا نوت فيري سمول، ممكن نعتبر التيتا اي نفسها بتساوي زيرو، بالتالي عندي التيتا نوت اوف تي ايش بتساوي؟ تيتا نوت اوف تي ايش بتساوي اللي هي شو اسمه الكي اف انتجريشن ماينس انفينيتي للتي ام اوف الفا دي الفا. عندي الاي نوت اوف تي، الاي نوت اوف تي الاوتبوت تبع الفيز لوكت لوب اللي هي اي نوت اوف تي اللي هو هذا اي نوت اوف تي، ال E not of T ايش بيساوي؟ E not of T ايش بيساوي؟ اللي هو هيكون بيساوي طبعا هاي المعادلة مرة تانية، هنا تيتا نوت داش اوف تي بتساوي سي اي نوت اوف تي، بالتالي اي نوت اوف تي بتساوي تيتا داش تيتا نوت اوف تي تيتا نوت داش اوف تي. طبعا هيكون عندي هتصير المعادلة اللي هي اي نوت اوف تي بتساوي تيتا نوت داش اوف تي على السي، وبالتالي لما اوجد اللي هو الديريفاتيف تبع اللي هو تيتا نوت اوف تي هيعطيني ايش كي اف الام اوف تي،
كي اف الام اوف تي، وبالتالي الجواب هيكون عندي تقريبا الاي نوت اوف تي بتساوي كي اف على السي في الام اوف تي، وبالتالي الاوتبوت تبع اللي هو الفيس لوك لوب عبارة عن مين؟ الام اوف تي، المسج سيجنال تبعتي، وهذا هو المطلوب. يعني عن طريق استعمال الفيس لوك لوب دي موديليتر اتحصلت على السيجنال المصرية الاصلية، المسج سيجنال اللي هي الام اوف تي، الام اوف تي. هذا بالنسبة للي هو البي ال ال او الفيس لوك لوب، طبعا له استعمالات تانية غير في عملية الاف ام دي موديليشن، هنتكلم عنها في اتصالات اثنين او في الديجيتال كوميونيكيشن ان شاء الله. يعطيكم العافية.